الأسبوع الماضي أنا عم حضر صلصة البندورة أكتر منكم فكروني عم حضر الكاتشب، فقلت لحالي ليش ما أرجيكم كيف فينا نحضرها بالبيت بنفس الطريقة وأطيب من اللي منجيبها جاهزة. رح نبلش بكيلو ونص من البندورة، أي نوع بندورة متوفر عنا، منقصهم شقف ومنطحنهم بالبلندر حتى يصيروا عصير، ومنرجع منصفيهم بالمصفية كتير منيح حتى نشيل كل البزر والقشر، ممكن نستخدم إيدنا بآخر مرحلة حتى ننشفهم كتير منيح. ننقل العصير اللي صفيناه على الغاز ونطبخه على نار هادية ومنخليه يغلي حتى نخسر نص الكمية، ويبقى عنا بالطنجرة تقريبا نص الكمية أو أقل شوي. من بعدين رح نضيف البهارات الخاصة بالكاتشب واللي موجودين مثل عادة تحت الفيديو وحبة كبشة قرنفل، منخلطهم كتير منيح ومنرجع منضيف نص كوب من السكر الأبيض ومنضلنا عم نحرك ومنرجع منطبخهم لمدة 10 دقايق، ومن بعدين حنرجع نضيف نص كوب خل ونرجع كمان نطبخهم لمدة 10 دقايق، وآخر شي حنضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا مدوبينا بشوية مي ومنضلنا نحرك حتى يشتد ويصير الكاتشب عنا جاهز، ونصبهم بالمراطبين ونحفظهم بالبراد. خبروني بالتعليقات عبالكم نزلكم بكرة طريقة المايونيز، وصحة وعافية.